مدينة. اليوم راح أعرفكم على مصطفى. مصطفى شاب ابتكر مشروع نفسه. هذا المشروع يختلف عن كل المشاريع اللي ابتكروها الشباب، وبما أنه برنامج ظهيرة الجمعة هو داعم للأفكار الجديدة والأفكار المتطورة، راح أعرفكم على مصطفى. مصطفى اشتغل في أكثر من شغلة، ويومية تأخذ الدنيا وتوديه بشغلة وتصعد شغلة وتنزل شغلة. بالأخير مصطفى ابتكر أنه يسوي مشروع لنفسه، وهذا المشروع عنده حلم أنه يتطور ويصير مؤسسة. شلون وليش ومن هو مصطفى؟ تابعونا. السلام عليكم، أنا مصطفى خالد خطير من سكنة بغداد من مواليد 1990. أعمل في مشروع غسل السيارات اللي هي الفكرة اللي ابتكرتها. مشروعي هو غسل السيارات بباب البيت، مشروع نعتبره غسل ديليفري. أنا عملت في أكثر من وظيفة، عملت في أكثر من مهنة، وهواي أمور تعلمتها من هاي الحياة وهاي الدنيا. آخر شيء وصلت لهذا الفكرة بين غسل سيارات ديليفري، اروح الباب البيت الشخص اللي خابرني في بغداد طبعا، واروح لبيتهم وكل ما عليه هو بس يعطيني المي والكهرباء والفاره عندنا والمكنسه عندنا، واحنا نغسل له سيارته باب البيت. كل غسل هذا كله يكلف 10,000 دينار فقط، لا اكثر ولا غير. وياي مساعد مالتي عز الدين، تعال. مساعد مالتي ابن اختي وياي هم طالب. انا وياه نعمل بهذا المشروع، هو مساعد مالتي، انا وياه نعمل بهالمشروع بالغسل والتنشيف هاي التخته نصعد بالنسبه للسيارات العاليه اللي هي الفور ويل على مود، لا نصعد على التشوه مال السياره ولا نفتح الباب ونصعد على التشوه مالتها ولا على التاير. هاي مالتنا نقدر نصعد فوقها. بالنسبه للمكنسه الكهربائيه، هاي المكنسه الكهربائيه لا يعتاز نضرب السياره، هو مجرد نسحب التراب مالتها كلها ونسحب الوساخه مالتها. وبالنسبه للمي، هاي الفاره اللي هي الغسل، اول شيء هاي الصونده مال غسل مال المي مالتها، التنظيف مالتها. وبالنسبه للزاهي، هاي البطل اللي هو نخلي بيه الزاهي ونرش على السياره، فكل الزاهي يصير على السياره، وننتظره في دقيقتين ثلاث دقائق الزاهي عما يحلل كل الوساخه والاتربه يوقعها. بالنسبه للسيار مال الكهرباء، هذا عندنا احنا سيار حدود 15 متر، المده للشخص نعمل لا يعتاز من عده. وبالنسبه كذلك للصونده هم نعتاز من عده، مجرد احنا نمد للصونده. اكو سيارات اللي هي العاليه اللي هي البيكم او السيارات اللي مال ركاب 14 راكب داخليه منظفنا من عندها، نستخدم هذا بلون مال هواء على مود المكنسه، مرات ما تنظف، فهذا البلور مال هواء عمود الوساخه او الاتربه القويه ننظفها بها. وبالنسبه هاي السطله مالتنا الجفوف ذني للداخل مال التاير، على مود اطبه بايدي اكثر، لا اقول اخاف تنجرح شيء فاطبه اكثر، فهاي جفوف بالنسبه لها. والزاهي هذا نستخدمه، السطلة وسفنجات، وهذا الملمع مال الجام، وهاي هنا عندنا الوصل نستخدمهن، وملمع اللي هو هذا الملمع مال الدشبول نستخدمه. وورا ما نكمل ونخلص عندنا هنا اللي هي الهدية العطر، هاي الوصل البازة. ورا ما نكمل ونخلص نطل الشخص هذا العطر، نعلقه بالمراية مال الشخص ونطه اياه. وبالنسبه للمعطرات هم عندنا انواع، نسال الشخص اللي نغسل سيارته يا عطر تريد بالنسبه للملمع مال الداشبول على مود يبقى بالسياره. وهاي اللي عندنا الدعايه الاعلانيه، ورا ما نكمل ونخلص نعطيها للشخص. هاي الدعايه الاعلانيه مالتنا نتمنى منه يعني للشخص نقول له اذا تحب
تنشر لناها او تعطيها للشخص الاشخاص اللي يمك جيرانك او اصدقائك، واكثر الناس اللي رحنا لهم اخذوها واستقبلوها من عندنا وما اعترضوا ولا قالوا. أحب أولاً أشكر قناة الشرقية وأشكر برنامج ظهيرة الجمعة اللي يتكفل بالشباب المبتكرين واللي يبتكرون أعمال واللي يهتمون بالعوائل الفقيرة وبالعوائل اللي محتاجة مساعدة. أنا بالنسبة لقناة الشرقية أحب أول شيء أشكرها جداً أشكرها، وبالنسبة لقناة برنامج ظهيرة الجمعة أحب أطلب منه دعم، أول شيء مو دعم مادي وإنما أحب أطلب منه بأن ينشر البيج مالتي، هي صفحة مالتي على الفيسبوك على مود أكثر الناس تتباوع عليها، وما أعتقد أكو بيت عراقي إذا ما يباوع برنامج ظهيرة الجمعة بيوم الجمعة، فأتمنى منهم ينشرون الصفحة مالتي والموضوع مالتي ورقم تليفوني وسيارتي على مود العالم تعرف وتنتشر مشروعي، وإن شاء الله يكبر مشروعي وحلمي يتحقق اللي هو حلم يكبر المشروع، أسوي أكثر من فريق وأغلب العالم تشتغل وياي وتعمل وتتجه وياي على هذا المشروع ان شاء الله. وهذا كل اللي احب اوجهه، واحب اوجه شكري للقناه الشرقيه والكادر قناه الشرقيه، جدا اشكركم، اخوكم مصطفى. هذا مصطفى، شاب عراقي عنده فكرة حولها إلى نجاح. إذا حبيتوا الفكرة، مصطفى يغسل سيارات ديليفري، اطلبوه.